الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أعظم الأذكار. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ومن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة ينال شرف صلاة الله تعالى عليه عشرا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات، وحطت عنه عشر خطيئات، ورفعت له عشر درجات. فإن قلنا اللهم صل على محمد صلى الله علينا بها عشر مرات، أي أثنى الله علينا في الملأ الأعلى عشر مرات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.